جوه. انا كنت بتكلم من شويه على فكره تاثير غياب طارق حامد، تاثير واضح جدا. يعني انا افهم انه في لاعبين مهمين لما بيغيبوا ياثروا على الفريق، بس تاثير طارق حامد في المباراه دي والمباريات اللي فاتت واضح جدا. انا متفق معاك في حته، بس في حته حابب اشرحها اتفضل عموما بشكل عام، ودي برضو اللي هتودينا لهدف النهارده، وان احنا نتكلم على نقطه معينه. طارق حامد قيمته الناس ربطاها دفاعيا بس يا كريم، لا انت هجوميا كمان. كان طارق حامد من اول جولتين في الدوري الموسم ده اكتر لعيب استلم الكوره، عدى عدد المرات اكتر من 100 كوره استلمها. فانت الشغل بتاعك كله بيتبني هجوميا على طارق حامد، دفاعيا على طارق حامد. نرجع للنقطه اللي انا هبتدي اشرح بيها، اللي احنا عايزين نشوف بيها حالات الزمالك في الاهداف. النقطه اللي هي الناس ما بتشوفهاش، فكره المنظومه الدفاعيه عن نادي الزمالك. طارق حامد موجود هيبقى عندك برضو المشكله دي، مش تقليل في طارق، بالعكس ده طارق ده اهم، انا في رايي ان هو من اهم اللعيبه اللي لعبت المركز ده في مصر كلها مش في نادي الزمالك بس. طارق حامد مش لوحده هو اللي هيعالج الحته دي، نادي الزمالك عنده مشكله في قلبين الدفاع والحته اللي قدام قلبين الدفاع. وهشرحها، لان احنا انا جايب حالتين على الهدف الثاني النهارده لفيوتشر ورابطها بهدف الموسم الماضي كان طارق حامد موجود في الملعب، وتقريبا الاثنين كوبي بيست. اي معاك. طيب هنبتدي نعرض الهدفين. ده الهدف الثاني لفيوتشر. انت هنا اللعيبه كلها بص على الكوره كريم، لو نرجعها ثاني معلش، اللعيبه كلها بص على الكوره، كل اللعيبه بص على الكوره، محدش شايف. انت اولا بتقابل، محدش بيقابل، اللعيبه كلها بص على الكوره، محدش شايف اللي بره ده خالص، محدش بيطلع يقابل بسرعه، وده الهدف ده اتكرر كتير جدا مع نادي الزمالك. هجيب لك كده يعني بعديها، ادي رفع طبعا متاخر محمود علاء، ده في سبعه جوه منطقه الجزاء، واحد بره وفي اتنين عند الصندوق لوحدهم، ومفيش حد طلع يروح على نفس الجول بالظبط. هدف سموحه الموسم الماضي مصطفى فتحي اللي احرزه في الزمالك هيتعرض معاه نفس الفكره بالسنتي برده، وطارق حامد موجود اهو يا كريم. فهي الفكره في المنظومه نفسها بتاعت نادي الزمالك هتتلعب. بص كله باصص على الكوره، ساسي بيتمشى وطارق ومحمود علاء ما قبلوش بشكل جيد. هل ده عيب في طارق حامد او اللي بيلعب؟ لا، هي عيب في منظومه نادي الزمالك عندها مشكله في الحته دي. في لازم يتم المدرب الجديد وكابتن اسامه نبيه لغايه الفتره اللي هو هيبقى موجود فيها. تخيلي ان هي دي 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 لقطه ثانيه برده نتكلم عليها عشان اقفل الفيديوهات بتاعه الزمالك. على فكره برده كانت بالنسبه لي يا كريم لو تتعاد من الاول، معلش، فكره القرار عند نادي الزمالك عند اللعيبه دي تودينا لنقطة تانية. فكرة ان انت وانت الكرة وانت بتبيلد اب، يعني هنا بص مسلوسي محمود علاء التحرك من غير كرة سيء جدا، بص حتى رؤى بيقول له ابدأ من تحت، اسهل قرار عند لعيبة نادي الزمالك اللي هو الطويل. انت هتلعب هنا للجزيري، وقف بقى هنا معلش، لو نوقف نرجع هنا تاني، انت هتلعب للجزيري، هتطلع على الجزيري هنا فين وهتطلع بايه؟ ده هو لوحده هنا يوريلك. انا جبت مثالين. المثال الاولاني فكرة وانت بتبتدي من تحت في كرة سهلة جدا انت بتفرط فيها، وكرة وانت بتعمل عمليه ترانزيشن اللي هو المفروض نادي الزمالك مميز فيها في الدقيقه 78. الحاله اللي بعد كده انت المفروض بقى رايح بتعمل عمليه الترانزيشن من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. بص هنا انت الحاله الدفاعيه قطعت، المفروض رايح هجمه مرتده هتبقى تقريبا على 4-2. بص القرار هنا كريم عامل ازاي، انت عندك هنا زيزو سيسي جول وعمر السعيد بياخد الراجل معاه، بص هنا القرار عامل ازاي، قرار سيء جدا. لعيبه نادي الزمالك عندها مشكله في القرار ده، سبب ان برضو في مشكله عندك في المنظومه الهجوميه، وسببها الرئيسي التحرك بدون كور. نادي الزمالك عنده مشكله واضحه وصريحه. ففي رايي ان المدرب الجديد عنده حاجتين هيشتغل عليهم، اول ما موجود فكره وانت بتبني ان التحرك من غير كوره سيء جدا على نادي الزمالك ولازم يتحسن، والحته الثانيه المنظومه الدفاعيه وخصوصا قلبين الدفاع والحته اللي قدام السرد باكين. طيب